بثلاثة كيلو ذهب وأربع ملايين ليرة تركية وألف كيلو لحم، يعني طن من اللحم للمعازيم حتى يشبعون بطونهم. شهدت ولاية وان التركية أو كما تسمى فان، شهدت أضخم حفل زفاف حضره الآلاف من داخل وخارج تركيا. العرس التقليدي أو القبلي أو العشائري هذا يعتمد الذهب وملايين الليرات وإكرام الضيوف في مناسبات الزواج، والعريس هو بايرام إيراز ابن مراد إيراز، وهو رجل أعمال ينتمي إلى قبيلة كوري سونيلر في فان. العروس هي أصلي غونجور ألب ابنة رئيس حزب الحركة القومية في فان، صالح غونجور ألب، وقد تزوج في حفل زفاف أسطوري شهد العديد من اللقطات اللافتة والكثير من الذهب واللحم والليرات. حضر هذا الحفل حفل الزفاف 4000 شخص من إيران وروسيا وأذربيجان والعراق وكذلك أنطاليا وأنقرة وإسطنبول وأزمير. وأقول ليش مسوي 1000 كيلو لحم؟ يدوب يكفيهم إذا 4000 شخص. طبعا أكد مراد إيراز والد العريس أنه سعيد بإقامة حفل زفاف أول أبنائه الأربعة، وبايرام إيراز أول العرسان الذي حظي بهذا الكم الكبير من الاهتمام والإعداد والتحضير والبذخ لإقامة حفل زفافه الذي أصبح محط أنظار الجميع وانتشر على منصات التواصل ليكون حديث المتابعين. فكانت هناك تعليقات، اخترنا لكم هذه التعليقات التي كتبت على منصات التواصل. نبدأ من نور العمر. ماذا قالت نور العمر في تعليقها؟ تقول نور العمر في تعليقها الذي كتبته: لا العريس مبسوط ولا العروس مبسوطة، يعني ما في فايدة من كل هالذهب والبروز إذا ما بيحبوا بعض، والزواج باين غصب على الاثنين. تقول ملك في تعليقها: شو نفع كل هالطنة والرنة والجاه والمال والذهب إذا الاثنين ما بيحبوا بعض ولا مرتاحش، مدريكم ما يحبوا بعض ولا مبسوطين مع بعض. بس يعتقد أغلب الناس يلي بتتزوج هيك زواجة بتكون حظها بالسماء، واللي بدي إياها صاير، واللي بدي إياها صاير، والعشرة بتخليهن أقرب اثنين لبعض. هناك أيضا تعليق من ميلانو: هذول أكراد تقاليدهم بتكون محافظة على ابتسامة بسيطة، وأزواجهم بطول مش واحد طاير من الفرحة الكذابة وفي شهر العسل يطعنها أو يقتلها إبغاز العبرة بالخواتيم. صارت حفيظ الدراجي تقول العبرة في الخواتيم. تعليق من رومانتيك: لا العريس فرحان ولا العروسة ولا أهلها ولا والد العريس ولا حتى المعازيم، مع العلم في 1000 كيلو لحم لحضرة جنابهم تحس حفل زواج مافيا مال أفلام. على كل نتمنى لهم السعادة إن شاء الله. تشبقيت. تعليق من عبد الله: ناس تقال ذولا كرات تركيا وعادي حتى بشمال العراق هم يحبون الذهب هواية، وهذه تقاليد العشائر والزواج العشائري، ولكن النهاية يجب أن تكون سعيدة والفلوس مو كل شيء ولا الذهب. تعليق من ناصر حجي يقول: المال لا يشتري السعادة، السعادة في التفاهم والصحة والاتفاق والاحترام
والمال يأتي حتى إن كان قليلا، ولكن يمشي الحال، والبيت السعيد بالعيشة السعيدة، والله يحفظهم من كل شر، حلوين.